بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المشاهد مساء الخير. فكرت مليا كيف أبدأ هذا الحوار، فأسعفتني حكاية سودانية صغيرة. عندي صديق حدثني في لحظة صفاء بأنه حين أراد أن يتزوج استيقن من اختياره وذهب لوالده ليزداد طمأنينة. فعرف الوالد أسرة السعيدة القادمة، لكن قال له عبارة تشبه الكبار في اختبارهم للحياة والمجتمع. قال له والله يا فلان ولدي، بنات المهندس ديل ما فيهم كلام إلا شايفات. فقال لي أنا افتكرتها كلمة حجايز كده يعني، وتزوجتها. فقال لي بعد فترة فعلا اكتشفت انه زوجتي دي ما لا تصاب ابدا بدهشة، لانه اي حاجة شايفها يعني. فادركت ان هذه الكلمة ليست من الهامش. فقام قال لي يا اخواني يعني تزوجوا من اسر عادية، كيس بتاع فواكه يعمل دهشة خطيرة جدا في البيت. وانا قال لي زوجتي لو جبت لها سياره اخذ مودين وتعمل لي دهشه. فلم تكن مشكلتنا في البيت قال لي اي اشكالات غير اننا نستدني الدهشه ولا نجدها. ولذلك بعض البيوت تحقق السعاده عبر دهشه صغيره جدا، وبعض البيوت الكريمه تفتش عن دهشه لتطل الحياه بلون جديد ولا تجدها، وهكذا صروف الدهر. أنا لما ضيفنا ده قررت أن ألتقيه، يعني حدثت نفسي هذا رجل بدأ معلما وإذاعيا ومسرحيا وصحفيا، وشهد الدنيا في عالم الطفرة في السعودية وفي الأمارات، وتلقفته البي بي سي، عمل مع كل التيارات السياسية بالالتزام وبالشعارات المقربة بالحد الأدنى من معقولية السودانيين، ذاق النجومية بكل ألوانها، وشهد الدنيا وشغل الناس كاتبا ومفكرا وسياسيا، و جلس زمانا بفكره في لندرة في لندن، فكان يشار له بالبنان. كلنا يعرف ولا عذر لمن لا يعرف ضيفنا الأستاذ المسرحي الكاتب الصحفي الداعية الشاهد عصره الأستاذ إسماعيل طه، نجم الإذاعة السودانية والتلفزيون السوداني والكثير من الصحف والبي بي سي. أنا احتراما وشوقا لأخونا إسماعيل واحتفاء به خريجا وعريسا ومسافرا وموظفا كبيرا وإعلاميا كبيرا وجهير السيرة، أردت أن أدهشه بفنان مخضرم في قامة الأخ شرحبيل أحمد. وشرحبيل أحمد مثل ما قلت له قبل بداية اللقاء، أنت فينا صاحب بصمة لا تتأثر بالأيام ولا الدهور ولا الليالي، أنت صاحب موهبة وصوت كالماء، ولا أحد يعرف الماء شابا أو صغيرا أو كبيرا. مرحبا بشرحبيل، مرحبا بإسماعيل طه. وقد تواثقنا مع إسماعيل طه أن يقول الحقيقة، وهي قولة ولحن. فنرجو أن نبتدر احتفاء بإسماعيل طه قبل أن يتحدث وقبل أن أضيف بيقول الحقيقة، لتكن شعار هذه الحلقة. والله إذا أردت لي تعليق ف
قبل شهر حبيب ما يبدأ، أعتقد أن واحد من أمراضي المزمنة أنه أنا وقعت في غرام الحقيقة وتزوجتها إن صح التعبير، وسرت في دربها إلى اليوم. فلن أخذلك فيما يتعلق بالحقيقة الأخ حسين، وأنا أشكرك على أنك يعني مش هقول لك أنك اديتني الفرصة دي عشان أظهر تحت الأضواء قناة أم درمان اللي لسه بنعايل لها عشان تتسع وتستطيل قامتها حتى تعبر حقيقة عن أم درمان، لأنه أنا طوال حياتي بلقى نفسي في الأضواء وبدون أكون خططت لذلك. الصدف كثيرا ما لعبت، أو الإرادة لعبت أدوار كبيرة في حياتي، ولذلك تأكد وأؤكد لك وأؤكد لفنان شر حبيب وجماهير الشعب السوداني. خليني كنت حقول المشاهدين قناة أم درمان، حكاية جماهير الشعب السوداني دي دار لها شوية تفكير. سأقول الحقيقة، كل الحقيقة، لا شيء غير الحقيقة. يا سلام، قول الحقيقة يا شر حبيب. يلا. يب شعور رقيقة تسمح بدقيقة، يا بشعور رقيقة تسمح بدقيقة، ورينا في بالك قلينا الحقيقة، قول الحقيقة. القدر عالم بجوا الضماير، بالتلميح بنفهم كل ما انت داير، رب القدر عالم بجوا الضماير، لكن ليك مدة أسدلت الستاير، لكن ليك مدة أسدلت الستاير، عملت الحبة قبة وجافيت الحقيقة. بتصيب رهبة في بداية الطريقة،
عشان صغرنا تعريش وحديقة. أستاذنا إسماعيل طه العق مش العقاد المتنبي في أول لقاء له مع سيف الدولة دون أن يسأل قال تعريفا لذاته: وما أنا إلا عاشق، كل عاشق عق خليليه الصفيين لائم، وما أنا إلا عاشق كل عاشق نعم عق خليليه الصفيين لائمه، وقد يتزيأ بالهوى غير أهله ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. يا سلام. بهذا المعنى الشاعري نريد من غير بطاقة وكرنيه، من هو إسماعيل طه؟ شهادة أمام هذا المساء السوداني الجميل. والله لو يعني لو دخلت إلى الحقيقة مباشرة من أبوابها الواسعة نعم لقلت بكل بساطة إن إسماعيل طه تربال ضل طريقه إلى أجواء ما كان يحلم بها، يا سلام، وهي محطات غريبة الشأن، لدرجة إنه أحيانا أنا نفسي ما بصدقها إنها حدثت، وهي حدثت بالفعل في أرض الواقع، وعايشتها في أماكن كثيرة مختلفة من أرض الله الواسعة. ولكني دائما يعني أقول هل الذي وصلت إليه ووجدت نفسي في حقيقة، وهل الأماكن التي كان المفروض ما أكون فيها دي أنا وجدت نفسي فيها الحقيقة أم خيال أم حلم؟ طيب إذا أنا حققت الحاجات اللي بيتحدث عنها بعض الناس وفعلا أنا حققت بعضها، ما هي النتيجة؟ أعود إلى المتنبي كما بدأت أنت، ويقول في بيت شعر تعلمته زمان ما عارف من وين لقيته، وأصبح واحد من شعاراتي حقيقة أو تخيلا، وقد كنت أدركت المنى، وقد كنت أدركت المنى غير أنني يعيرني قومي بإدراكها وحدي. يا سلام يا سلام. إسماعيل هنالك أمكنة وهنالك شخصيات، مورا، الخرطوم، أم درمان، بحري القاهرة السعودية،
الأمارات لندن، شخصيات علي عبد الله يعقوب، حسن عبد الوهاب، علي شمو، الطيب صالح، أحمد قباني، علوية اللمين، الشريف حسين، الشريف حسين الهندي، الشريف زين، كل هذه الشخصيات دائما هي في موقع. أنا داير أطمنك بأغنيات حبيبة إلى نفسي ابتدارا. دائما مثل هذه الأماكن والشخصيات تبادرني وتبادرك من نعم. في الأحبة والله يعني كل هذه الشخصيات كان لها حضور في مسيرة حياتي، وكما قلت إنه أحيانا بعتقد إنه كان يعني حلم طويل لكنه الحقيقة. أنا ذهبت إلى كل هذه الأمكنة بدون ترتيب مسبق مني، بدون أمنيات في إنه أذهب إلى هذا المكان أو ذاك، والتقيت بشخصيات لم أكن أتصور في يوم من الأيام. وهذا ليس شيء من يعني ما دارت واضع. أنا من ناس بيشاهدوا الشاشة وبيحبوا إنهم يطمئنوا إلى إنه الكلام اللي بيصلهم عبر تلك الشاشة، هذه الشاشة أو تلك، يكون كلام الحقيقة. التقيت بهذه الشخصيات، بعضها شخصيات أسطورية بكل ما في هذه الكلمة من معاني. وعندما أراجع نفسي يعني أقول ما قاله في تلك القصة القديمة: لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا راعي الغنم. ويا ريتني كنت أكون أنا موجود في مورة التي ذكرتها في طلعت. ولدت أنا في مورة، تولدت في مورة، وبتذكر أمي فاطمة بنت الحاج محمد جري الله يرحمها ذكرت لي فيما بعد إنه ولادتي كانت سهلة جدا، لدرجة إنه أنت كنت مستعجل تطلع لهذه الحياة. كانت في الزراعة بتحت جنب البحر، مشت عشان تجيب الخضار بتاع اليوم اللي هو السبروك. السبروك ده الورق بتاع البامية يعني الناس اللي ما بيعرفوه بيعملوا منه السبروك، وأنا ما كنت بحبه. وقالت إنها شعرت بألام الوضع ورجعت إلى البيوت فوق. والله كنت فاكرة وضعتك جوار نخلة. يا ريت. وبعدين أنا طلعت بكل سهولة. أنا دائما أتأمل في هذه القصة، الحكاية اللي حكت لي أمي الله يرحمها. ويبدو إن أنا كنت مستعجل أجل الحياة، لكني وجدت فيها ما كان يعني يحتم علي إنه أبقى في حيث ما كنت أكثر. يبدو أنك بدأت من صدر الأحبة ورأسهم الأم. عرفت شرحبيل نمتين تمهيدا لمين في الأحبة، وماذا كان يمثل شرحبيل لجيلكم؟ والله شرحبيل مش لجيلي بس، شرحبيل ما هو الفنانين دير ما هم درجات وأنواع وأشكال. في ناس بيظهروا كده ويلفتوا الأنظار والناس يستمعون إليهم كأنه جاي من كوكب تاني، لكن سرعان ما ينطفئ. ده ما صاحب الموهبة، ده زي سباق الخيل. تلقى فيه يمكن حمار يفوز بسباق الخيل، أنا بتصور ذلك. لكن الشرحبيل هو أصله يعني عجينة فنان، صوته بيخليك تشعر انه يعني من اهلك وقريب لك، سواء اذا كنت انت سوداني ولا طلياني ولا باكستاني. فدي الميزه بتاعت شرحبيل. وعندما ظهر وانا كنت طبعا من الناس الموجودين في الساحه، كنت بستغرب جدا انه كل ما يغني شرحبيل انا اشعر بانه الغنى ده والزول ده انا بعرفه من زمان من طفولتي. شرحبيل فنان كامل الدسم، أنا شخصياً بعتبره من رموز الفن، الغناء بأي لغة، يعني صوته هو ذاته بيشكل لغة. يا سلام. هذا هو شرحبيل عندي، ويا ريت أقدر كنت أقول فعلاً بشعر به أكثر، لكن دي أحاسيس
صادقة. وبعدين هو في حد ذاته رجل نبيل، ودي سمة من سمات الفنان الأصيل. مين في الأحبة أخلص وحبة غيرك يا قلبي فاكر المحبة عشان صحابه غيرك يا قلبي يرضى بنصيبه شايف حبيبه يرضى بنصيبه شايف حبيبه ما ممكن يسيبه مشتاق وخايف الأنظار تصيب الأنظار تصيب
داير ادخلك في امتحانات كده ورا بعض يعني. اول امتحان على طريقة الصحافة خذ وهات. تفضل. محطة زي منظمة الشباب الوطني وعلي عبد الله يعقوب ربنا يبارك في عمره وفي ذكراه. علي عبد الله يعقوب واحد كان له تأثير كبير جدا في تغيير مجرى حياتي يعني. وأنا ذكرت ذا كثير لوسائل الإعلام. أنا كنت في مصر في حي عين شمس، كنت في المدرسة الثانوية وكان عندي صحيفة حائطية اسمها الشروق، وكان النادي اللي هو اسمه نادي أبناء العباس على ما أعتقد كان بيضم الشباب اللي أهلهم من شمال السودان أو من الشمالية بمعنى أصح، ويشتغلوا في الهجانة وبيشتغلوا في حياة كثيرة. وكانت في زي، أنا ما كنت منتبه إطلاقا للمسألة، لكن كان النادي زي فيه انحناء يسارية، وفجأة جاء علي عبد الله يعقوب جاء من القاهرة وهو في الأزهر، وبسرعة البرق عمل تحول كبير جدا في الاتجاهات الفكرية في نادي أبناء عين شمس. وبعدين شاف إن إسماعيل طه عنده صحيفة حائطية وعنده مشاركات في النشاط الرياضي وبيعمل مسرح ويكتب قصة قصيرة وبتاع، فبسرعة البرق لقيت علي عبد الله يعقوب زي كأنه بيمشي في دروب حياتي. يا سلام. وعنده المقدرة العجيبة التي تصل إلى حد الموهبة بأنه يستطيع أن يدخل في المواقف، فن الالتقاط يعني إذا أردتني أن أضعها هذا الوضع، لكن بعرف أنه بيدخل في المواقف ويلتقي بالأشخاص وبسرعة البرق بيكون واحد منهم. وبالفعل يعني بدون أن أشعر لقيت نفسي أنا مجند في حركة الإخوان المسلمين. هو ما قال لي إطلاقا أي كلمة ولا إشارة واضحة، وأنا كنت في النشاطات دي كان وقتي وزمني ووجداني كل يعني ما كان عندي تيار سياسي معين. وده القادت فيما بعد، دي كانت نقطة تحول في حياتي، قادت فيما بعد إلى مشروع أوسع اللي هو بدأ بمشروع نادي النمان الثقافي. أنا قبل ما أفوت المحطة بتاعت القاهرة يا أستاذ إسماعيل طه، أقوى ما في الحركة الإسلامية المصرية غير الفكرة وشجاعة الفداء وإعلان الإسلام السياسي، المحنة جعلت من هؤلاء القادة والمفكرين مجموعة من الرموز الاستثنائية. نعم. أغرب إلى الأثيرية من الواقع. صحيح. أنا عايزك، وإنت شهدت صغيرا هذه القيادات، من شاهدته في حركة الإخوان المسلمين في مصر وهو تجابه العدوان العسكري عليها كتنظيم سياسي وفكري؟ والله ده من الذين رسخوا في ذهنك؟ بيأخذين لمرحلة فيما بعد، اللي المرحلة التي جمعتني بها برضو ظروف بالدكتور سعيد رمضان في جنيف، دي كانت في السعودية. نعم. السعودية أنا مشيت برضو في ظروف معينة من النمان الثقافي، ودي قصة طويلة ممكن الواحد يقولها. قلت أنا مشيت وبقيت معلم في السعودية في جدة. في يوم من الأيام أنا قاعد في بيتي في مدينة جدة، جاء شخص، محتمل هذا الشخص يكون وهم وما موجود. يا جماعة ما تخافوا، أنا بقول للمشاهدين أنا ما زلت في يعني في كامل قوايا العقلية. جاء هذا الشخص وقال لي في مجموعة من أخوانك موجودين في لكوندا، مش في فندق، في جدة، وصف لي المكان. الزول ده تاني أنا ما ولا شفته ولا عرفته، وكأنه لم يكن بشرا. فمشيت لكوندا دي
لقيت مجموعة فعلا من الأخوان اللي كان ياسين عمر الإمام وجعفر الشيخ إدريس، وكان المرشد بتاع حركة الأخوان في ذلك الزمان هو يا دوب مارق من السجن الرشيد الطاهر بكر الله يرحمه الله يرحمه، ومعاهم تاني ما متذكرهم. فقعدنا وتكلمنا وتحدثنا، في نهاية الأمر مشيت لبيتي، تاني جت زول ده أو ربما زول تاني وقال لي كان يوم جمعة أظن، فمشيت ليهم وقعدنا وتكلمنا. ياسين الله يدي الصحة والعافية قال لي إحنا ماشيين مكة تمشي معانا؟ قلت له لا، ما أنا قاعد في جدة بمشي مكة كثير يعني. فقام جعفر الشيخ إدريس وهو أيضا موجود بين ذكرانينا أصر إنه أنا أمشي. مشيت اكتشفت إنه كان في هناك مؤتمر لمنظمة العالم الإسلامي زي ما شنو أي، وفي خطب وكلام وأشياء، فمن ضمن الناس اللي تكلموا الدكتور سعيد رمضان ملك الخطاب وألقى خطبة أول مرة أشوفه في حياتي، لكن أنا كنت بعرف المجلة بتاعته مجلة المسلمون. هو طبعا زوج وفاء حسن البنا يا سلام بنته. نعم. فبعد ما انتهت الكلمات الناس كانوا في دوائر وحلقات كده قاعدين، الوفد السوداني قاعد وأنا قاعد، أنا أصغرهم وأقلهم شأنا وأقلهم معرفة بأي شيء. فجاء سلم على الأسماء اللي أنا قلت هذه سلام من يعرفهم شخصيا، بعدين أظن جعفر ولا مين قال له ده إسماعيل طه أنا، فسلم علي. فلما سلم علي قلت له بدون ما أشعر، قلت له يا دكتور الخطبة بتاعتك كانت خطبة يعني لابد أن أشيد بها وكذا بديعة. وبعدين قلت له لكن أنا يخيل إلي أني أنا قريت جزء من هذه الخطبة في واحدة من افتتاحياتك في مجلة المسلمون تحت عنوان ماذا لو خلوا بيني وبين سائر العرب. هذا الرجل اندهش بهذا الكلام من هذا الصبي، أنا كنت ممكن أكون صبي بتاع عربية كارو ولا في تلك اللحظة يعني ما عندي أي شأن إطلاقا. قام سألني انت بتعمل شنو انت وين؟ قلت له انا معلم في احدى المدارس في جدة. قال لي انا في فندق قصر الكندرة في جدة تعلي هناك، والفندق ده كان انا ما بقدر امشي قدامه ذات الزمن ذاك يعني. فمشيت والتقيت به والقصة تطورت بشكل عجيب. قال لي انت قال لي بتعمل شنو؟ قلت له أنا بدرس في المدرسة وبكتب مقالات للصحف. فقال لي عندك حاجة؟ أديته مقالتين مشيت جبتهم له يعني وديتهم له. والقصة طويلة معلش يا جماعة، لكن فبعد زي شهرين كنا ماشيين مشوار للطائف عن طريق مكة. في الطائف لقيت مكتبة مشيت عشان أشتري جرائد وكتب كعادتي، فلقيت عدد من مجلة المسلمون فاشتريته بقلب فيه، ولقيت في الفهرس مكتوب من ضمن المواضيع سلمان الفارسي ملاح طوى شراعه عند شاطئ النور بقلم إسماعيل طه. يا سلام. في مجلة المسلمون التي تصدر من جنيف. أنا شنو؟ يعني ما قدرت أتكلم، كان معي مجموعة من الناس ما كلمتهم. رجعت إلى جدة، بعد فترة تانية جاء ضرب لي تلفون في المدرسة اللي أنا فيها، ما أعرف جاب التلفون من وين، ما كان في تلفونات في البيوت ولا حاجة. مشيت له وبرضه كان مشهد عجيب وكان معه شخصيات عجيبة. بعدين قال لي شكرته على المقالة، وفي مقالة تانية عن الهجرة برضو نشرت بعد ذلك. ف
فقال لي انت ما عاوز تسيب تعليم الصبيان الصغار الى تعليم الكبار. يا انا ما فهمت في اللحظه ديك، كنت في موقف الغباء كان بالنسبه لي سيد الموقف. فقال لي انا عاوزك تجي تشتغل معي في مجله المسلمون في جنيف. تخيل قال تخيل. فانا من شده وروعه الغباء اللي كنت فيه ما لقيت جمله اقول له الا انا عندي، لكن انا عندي عقد مع وزاره المعارف السعوديه زي الصعيدي لما يمشي يشتري. المهم انه قال لي لا 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 لا، هل تصدقون انه في خلال اربعه ايام انا كنت راكب الطياره وماشي جنيف. اسماعيل طه، نحن خليك انت قبل ما تنزل على مطار جنيف وتنتقل هذه الانتقالة الخطيرة والعبقرية من مروة الى السعودية استاذا الى جنيف داعية وصحفيا. انت ذكرت كثير من الاسماء الودودة، الوالدة الله يرحمها فاطمة ووفاء بنت حسن البنا، و مرجوم منك أن تحدثنا عن علوية الأمين، وهذه كلها في دائرة علوية الأمين هي أم أبنائي الثلاثة وحبوبة أحفادي الخمسة. وأنا ما أعرف كيف قدرت تتحمل في سنوات الزواج الطويلة شخص كثير واسع الخيال، كثير القلق، كثير القلق في أحيان كثيرة، وفي كثير من الأحيان ما بلقى نفسي عايش في الواقع، عايش في واقع تاني أنا برسمه لنفسي أو الأقدار ترسمه لي. وخاصة في الغربة في بريطانيا يعني قامت بدور كبير جدا في أنه حياتي تكون منظمة ومرتبة. ودي طبعا ممكن يقولها كل زوج عن زوجته، لكن لأنه أنا زول ما عارف ملخبط ولا ما عارف مصنوع كيف، فبحتاج إلى عناية أكبر. علوية اليمين، أنت تناضلين في ترتيب حياة أخونا إسماعيل طه لك ولأبنائك ولأحفادك طيبة الأخلاق. يا سلام. كتير
تكمل الأخوة معك يا طيب متى نخلع. حبيبتي الما بنطال الليل يا طيب متى نخلع. أنا جسمي لهيتم سنه حبيبتي الماضي.